وللمزيد ينضم إلي في الاستوديو السيد مؤيد مخلوف، مدير مؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أهلا وسهلا بك سيد مؤيد. بداية نتحدث عن رقم كبير نسبيا دخل إلى المنطقة على شكل تمويل للشركات الناشئة، رقم كبير لأنه أعلى من كل الأرقام السابقة، حوالي نصف مليار دولار. هل هذا الرقم يبقى دون الطموحات ودون الإمكانيات الحقيقية؟ طبعا بنظرنا هذا الرقم دون الإمكانية أو دون طموحات اللي بنشوفها بالمنطقة، بس أحسن من كتير اللي من اللي صار قبل. إذا نطلع على النمو اللي عم يصير بهالمجال، الروادة الأعمال خلينا نقول أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حقق مثل نقزة طويلة أو كبيرة بالسنوات السنتين الماضية، بس البوتنشال لقلنا اللي بنشوفه هو كبير كتير، أكبر من اللي عم نشوفه. في عندك كتير بارامترز بالميدل ايست بالشرق الاوسط اللي بتساعد، عندها حاضنه لحتى يصير النمو اكبر بكثير من اللي شفناه. طيب بدايه، يمكن البلاد اللي البيئه فيها حاضنه اكثر تثبت الارقام بانه هي اكثر استقطابا للاموال، مشان هيك لقينا الامارات في راس القائمه، دول الخليج، لكن راينا حتى بلد مثل لبنان يخسر في قيمة التدفقات إليه. طبعا. 12% من التراجع، هل السبب له علاقة بنوعية الأعمال أم بشيء آخر؟ مش ضروري نوعية الأعمال، ما بعتقد هذا الشيء الوحيد. طبعا لبنان تأثر بعوامل أخرى اللي حدت من النمو بشكل عام. صحيح. لبنان من 7 سنين لورا كان ينمي على 7%، هلا عم تحكي على ماكسيموم 2-2.5%، 2-2.5%، فالنمو بشكل عام تأثر من الجيوبوليتكس، الحروب والاشياء اللي عم نشوفها حوالي لبنان، اثر كثير على النمو الاقتصادي، وبالدافع بالتالي اثر كثير على الاستثمارات اللي عم تصير بلبنان. هلا لانه نظرتنا للنمو ما بس محدوده بالعوامل الخارجيه اللي بتاثر فيه، في عوامل داخليه كمان ما عم تصير بكثير دول عربيه، هي الريفورم او التحليل الاقتصادي الإصلاح. او الاصلاح الاقتصادي اللي لازم يصير بهالبلدان لحتى تعطي دور للقطاع الخاص، كونه قطاع خاص ممثل بالشركات الصغيره والمتوسطه او قطاع خاص ممثل بالشركات الكبيره. هالاصلاحات الاقتصاديه اللي ما عم تصير عم تحد من هالنمو بشكل كبير. سيد مؤيد، انتم كذراع ماليه لمؤسسه البنك الدولي معنيون بالاقتصادات الناميه، ومنها اقتصادات منطقتنا. أين تأتي، ما هي الدول التي تأتي في رأس اهتماماتكم في منطقتنا وترون فيها طاقة كامنة على صعيد الشركات الناشئة؟ شكرا لك، سؤال مهم كثير. طبعا نحن بنشتغل بكل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنركز على البلدان اللي هي حالتها أصعب من الخليج. خلينا نقول الخليج عنده إمكانيات فيها تساعده، بس الدول اللي عم نساعد عم نشتغل فيها كثير هي مصر، الأردن، لبنان، تونس، المغرب. هي الدول عم نحس فيها كثير ايرادات او فيها مجال اكثر لنمو القطاعات رياده الاعمال او الاس ام ايز، الشركات الصغيره والمتوسطه، وعم نركز شغلنا فيها اكثر من البلدان الثانيه. على صعيد هذه الدول، هل هناك يعني قطاعات مشتركه ترون انه التركيز يعني عليها اكثر من غيرها في رياده الاعمال؟ طبعا فنتك عم نشوف فيه كثير تركيز على الفنتك، عم نشوف فيه كثير تركيز على هلا بشكل عام بالمنطقه، بتلاقي كثير بسموها ريبليكيشن، بيشوفوا شيء نجح بالخارج ويريبليكيتد، وهذا الشيء عادي يعني بيصير بكثير دول مثل الاوبر، كريم اللي عم نشوفها وغيرها. عم نركز على هدول اللي بيكونوا عم يعملوا لها لوكال كونتنت او لوكال كان اوف فليفر بالمنطقه تبعنا. في الاي كوميرس شغلات كبيره، نحن استثمرنا دايركتلي وكايند اوف اندايركتلي بالاي كوميرس بالمنطقه، شفنا نهضه كبيره عم نشوفها مثل ما انتبهنا. عم نشوف حتى الاي كوميرس هلا وصل بالمنطقه ل 3.5 مليار دولار تقريبا، وفي البوتنشل تبعه اتليست 3.5 مرات يزيد لسنه 2020 يعني. نعم. ان فيو ييرز، فالبوتنشل كثير عالي بالاي كوميرس بالفنتك. نعم. بهالكايند اوف الاكتيفيتيز. بما انك اتيت على ذكر الشركات يعني اللي تتوجهون لها اكثر، يلي هي تاخذ نماذج ناجحه وتقوم بتحويلها او ضبطها للمزاج الخاص او للجو الخاص في بلدها، اللي هي الكوبي كاتس بيسكلي، ولا
شيء معيب في لا. ذلك. هل تعتبرون بأنه هاي مرحلة يجب أن تمر بها ريادة الأعمال قبل الوصول إلى مرحلة النضوج اللي تقدم فيها هي اختراقات على مستوى المشاريع؟ أكيد. I think هاي مرحلة عادية بتمر بشكل عام، بس نحن بنعاني بالمنطقة في شغلة مهمة لازم نركز عليها، هي فكرة الإبداع والاختراع لحد الآن ما نهضت بالمنطقة. هذا أكيد له توابعه من التعليم اللي بنشوفه أو 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 الـ education system اللي بنشوفها بالمنطقة. لحد الآن ما قدمت طبقة من الشباب اللي هن قادرين يخترعوا أو يبدعوا، بس في تغيير عم نشوف شوية إبداعات صراحة بشوية دول، أكثرها عم تطلع من مصر، من الأردن، من لبنان. هل ثلاث دول عم تركز على الإبداعات اللي ما موجودة بغير دول تانية. مؤسسات البنك الدولي بتقدم مساعدات من أجل مراكز أبحاث وتطوير في المنطقة؟ بنقدم مساعدات للأكسلريترز بيسمون مسرعات. مسرعات أو الحاضنات للفكر الإبداع صراحة، وكانت تغير جوهري بالطريقة اللي نشتغل فيها بالبزنس. نحن مؤسسة كبيرة، جزء مثل ما قلتين قطاع من مجموعة البنك الدولي، نستثمر بشركات كبيرة حتى نعمل هالقفزة ونصير نستثمر بحاضنات أو مسرعات مثل ما تفضلتي. هاي شغلة كانت تغيير جوهري عندنا. السيد مؤيد مخلوف، مدير مؤسسة تمويل دولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شكرا جزيلا لك.